عم ميكي بطولات كتير، عم طارق بطولات كتير، تقولي للعيبه انتوا ليكوا تاثير وليكوا دور كبير مع فريقنا دي. الحمد لله، طبعا الحمد لله. البطوله دي مديها المؤمن والكابتن خطيب وكل مجلس اعضاء مجلس اداره واللعيبه كلها وكل زمايلي. عم طارق، تقولي على الفوز وعلى البطوله الغاليه جدا دي، انتوا من الرموز ومن الناس المؤثره في فريق النادي الاهلي. ده طبيعي على النادي الاهلي، ان ده تعب والناس كلها بتتعب، فده اللي بيستثمروه في اخر الدوري. لازم ناخد الدوري طبعا، طبيعي على الشغل اللي بيعملوه. والف مبروك على النادي الاهلي كله. تقول ايه لكل اللعيبه بسرعه؟ الف مبروك كل اللعيبه، وطبعا يعني اصغر واحد في زمايلي كلهم العمال، بس الحمد لله الواحد بيتعلم منه حاجات كتير، وواحد بيشوف النادي الاهلي اجمد حاجات. والف مبروك وافريقيا ان شاء الله.